thank you نقول لجميع المغاربة ولجميع الشغيلة المغربية رمضان مبارك سعيد أدخله الله علينا وعليكم وعلى المسلمين جمعا جميعا باليمن والبركات والسلامة والإسلام والأمن والإيمان والصحة والعافية خاصة أننا في هذه الأيام كنعيشوا واحد ظرف استثنائي مع كورونا مع هذا الوباء آه، كوفيد 19 الذي آه، ادى بموت مجموعه من من الناس في العالم ومن بينهم المغرب فاقول لها الى لهؤلاء بعد بالمناسبه الله يرحمهم ويجدد عليهم الرحمه وبالنسبة للمرضى الله يشفيهم ويعافيهم ونتمنى الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمغرب ديالنا أن يرفع الله عنا هذا الوباء آه وأن يعافينا منه ثانيا آه المناسبة هي فاتح ماي وهذا فاتح ماي للأسف كنا دائما يعني نحتفل فيه بشكل جماعي ومع جميع الشغيلة المغربية من موظفين ومن مستخدمين وعمال كنا نحتفل معهم بطبيعة الحال لإبراز الجانب الإيجابي والسلبيات السلبيات التي يعاني منها العمال بالمغرب هذه المناسبة جعلتنا نحتفل بشكل افتراضي أيضا وأتمنى يعني أن نستفيد من هذه المناسبة رفعنا شعارا في الاتحاد الوطني لشؤون المغرب بالنضال والتضامن نحمي الوطن ونصون حقوق الشغيلة المغربيه بطبيعه الحال الصوره كما كتلاحظوا في الخلف ديالي كتبين بان هناك شعار ان المغرب اذا اردنا ان نحميه لابد ان ان يتكافل الجميع وان يتضامن الجميع عمالا وعموم المغاربه و بطبيعه الحال لا بد من اظهار ايضا ما قمنا به في هذه المناسبه في هذه المناسبه المركزيه ديالنا ساهمت في الحوار مع الحكومه في الاجراءات حول الاجراءات المتخذه في هذه المناسبه وخاصه ما يهم الشغيله لان في البدايه لم يأ... لم تؤخذ النقابات بعين الاعتبار ولكن بعد مطالبتها بذلك استقبلها رئيس الحكومه وقام يعني بالاستماع اليها ولاخذ مجموعه من الملاحظات التي كانت في الصميم وتهم الشغيله المغربيه ثانيا آه قمنا باجراء اخر هو الدعوه الى التبرع بالدم في المغرب من طنجه الى الكويرة وبجهه الدار بما انني انا امثل جهه الدار البيضاء قمنا بهذه الحملات على مستوى جميع الاقاليم الستة عشر وساهموا فيها ساهمت فيها الشغيله بشكل آه يعني لا باس به نظرا للظروف ديال الظروف الاحترازيه من جهه ثانيه بهذه المناسبه لا يفوتني ان اشير ان جل المغاربه وجل الشركات المغربيه ساهمت بشكل جيد في ما دعت اليه الحكومه وما دعا إليه قبل ذلك صاحب الجلالة نصره الله وما دعت إليه الحكومة وما دعت إليه السلطات الإقليمية والجهوية من إجراءات احترازية لإيقاف هذه الجائحة وحتى بدورنا سهمنا في هذه العملية سهمنا في هذه العملية جهوياً بحيث أمرنا جميع العمال باش يتخذوا جميع الاحترازات ودعونا أيضا أرباب الشركات باش يتخذوا جميع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة العمال وأيضا حفاظا على سلامة الاقتصاد المغربي لأن ملي كنحافظوا على اليد العاملة كنحافظوا على الاقتصاد المغربي وخاصة أن الدار البيضاء هي كتخدم 60% من اليد العامله كما تعلمون كتخدم 60% فاذا وقفت في 60% راه كتوقف مع هذيك 40% الاخرى اللي متفرقه في ارجاء المملكه وبالتالي نقول بان لا بد من الحفاظ على هذه اليد العامله وبالمناسبه نسجل ايضا ما قامت به بعض المؤسسات من حوار اجتماعي خلال هذه الفتره دا. خلال هذه الفتره قامت بحوار اجتماعي داخلي مع ممثلين داخل هذه المؤسسات المتواجده بالجهه وتوصلت الى اتفاقيات يعني ما هي الاجراءات التي سيتخذونها طبيعه الحال لمجابهه هذه الجائحه في نفس الوقت قمنا ب ولذلك هذه الشركات وهذه المؤسسات كنقدموا لها تحيه اجلال واكبار لانهم قاموا قاموا بالدور ديالهم تجاه المغاربه وتجاه العمال وتجاه الوطن ولكن نسجل بكل اسف بعض المؤسسات التي لم تحترم هذه الاجراءات التي دعا اليها الجميع وراسلنا وزاره الشغل في هذا الامر خاصه المديريات الاقليميه والمديريات الجهويه بجهه دار دستات سطات للقيام بدورها التفتيشي في هذا الامر لان هناك اجراءات السلامه ما كيناش في بعض المؤسسات بالاضافه الى ساعات العمل التي ارتفعت في بعض الاحيان كما ان ظروف ديال السلامه، الصحه والسلامه غير متواجده واذكر على سبيل المثال الحصر مثلا هناك شركه اللي كتعامل في الدواء تخدم الدواء وخاصه كتصايب لونبراج ديال الدواء واللي لحد الان هي في الاوج ديال الانتاج ديالها في الاوج ديال الانتاج ديالها ولكن لحد الان ما ادات العمال الاجره ديالهم وهذا يؤسفنا ان في الاوج ديال العطاء ديالها وفي الاوج ديال الانتاج ديالها ما كتاديش وما كتخلص لهم لا عندهم ملفات طبيه ولحد الان مرفوضه بسبب انهم ما مادينش لهم يعني لا ديالهم وكما اننا جد مستاؤون بعض ايضا الارباب ديال العمل اخرى وخاصه مناطق غير مهيكله لا جيت في الحقيقه او مؤسسات غير مهيكله هؤلاء ما استافدوا لا من لاسينيسيس لا من الرميد والان سكرهم يتعرضون للجوع بسبب انهم ادوش لهم لاسينيسيس ديالهم وانهم مسجلين في لانهم كانوا قد يعني قالوا لهم بان راه غادي نخلصوا لكم لا ولكن للاسف لحد الان ما استفدوش في هذه الجائحه كما ان هناك احد احدى الشركات اللي كنطالبوهم من الان من هذا المنبر هادو باش يسرعوا لحل المشكل ديال العمال ديالهم لحد الان اللي متوقفين على العمل ولكنهم مضربون لماذا لان رب العمل كانه يريد ان يقول لهم آه كانه يريد ان يسرح هؤلاء العمال والشركه ديال ديال نقل الحبوب المدعمه نقل الحبوب المدعمه ومن هذا المنبر انا بالمناسبه كنحيي جميع الطبقه العامله من موظفين ومن مستخدمين وعمال وعاملات آه الطبقه الشغيله المغربيه عموما كنحيوها وكان فيهم هذا الشق التضامني الذي ابدوا ابدوا ابدوه من خلال استمرارهم في العمل لان كاين استمراريه ديال العمل طبيعة الحال لكي لا ينهار اقتصادنا بالمناسبه ان فاتح ماي هذه السنه عرفتوا الخصوصيه ديالو حنا سنحتفل اولا مركزيا كاين عندنا لايف غيدوز لايف من المركز يعني بشكل مباشر كاين عندنا كلمه الامين العام سي عبد الحلوطي كاين كلمه الشريك ديالنا اللي هو سي سعد العثماني وكاين عندنا كلمه المراه النقابيه واللي غديرها الاستاذه ماء العينين كما ان جميع الجهات والمقرات الاقليميه هي الان غدير كلمات من مقراتها ومحافظين في ذلك على ما يسمى بالاجراءات الاحترازيه من الوباء، اذا وبالتالي هذه هي الصيغ كما اننا سنلقي كلمه بشكل مباشر عبر الفيسبوك او عبر بعض عبر موقع الاتحاد الوطني للشغل المغرب طبيعة الحال لمعرفة المستجدات لا ما أن نخرجوا حفاظا على سلامة الجميع احنا ما بغيناش ضرر لا للعمال لا لنا لا لبلادنا لأن إلا تزاد واحد كانت تولي بؤرة جديدة وهذا احنا ما محتاجينش جديدة وخاصة أن المغرب الحمد لله الآن بدأ يعني ذاك كي كنقولوا نزول ديال العدد ديال المصابين ونزول العدد ديال الوفيات وهذا مهم جدا بالنسبة إلى فلا بد أن نحافظ عليه وأن نحترم ما اتفقنا عليه وما أقرته السلطات القائمة على هذا الأمر بأن حتى العشرين إن شاء الله ماي إن شاء الله نخرجون ونفرحوا جميع ونرجعوا للعمل ديالنا بشكل جيد وبصحه جيده ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته